المنظومة الصناعية لإنتاج السكر تحتل مكانة هامة ضمن اقتصادية الدول من خلال بحثها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي أو توفير مداخيل من عائلات التصدير. الإنتاج العالمي للسكر الذي سجل ارتفاعا مع مطلع القرن 21 يعيش اليوم إكراهات يحاول المشاركون في الدورة 33 لمجلس جمعية منتجي الشمندر وقصب السكر إيجاد الحلول المناسبة لها. نحن مهتمون بمستقبل السوق العالمي للسكر. الأثمنة خلال هذين السنتين كانت جد باهظة، وهو شيء مهم بالنسبة لنا. الإنتاج العالمي بدأ كذلك في التصاعد، ونحن نحاول خلال هذا المؤتمر فهم الدوافع التي أدت إلى ارتفاع أثمنة السكر عبر العالم. المغرب الذي يحتضن هذه الدورة يجعل من قطاع السكر رافعة سوسيو اقتصادية مهمة، تحسين الإنتاجية والمردودية والرفع من مستوى دخل الفلاحين أهداف أساسية لتنمية هذا القطاع. وهذا اللقاء كيدخل في نطاق الانفتاح للفلاحين المغاربة ديال الشمندر والقصب على المستجدات عالميا، باش يكون هناك استئناس ديال الخبراء المغاربة والفلاحة المغاربة بهذه التقنيات اللي كلها كتصب في تحسين المردودية والإنتاجية وبالتالي تحسين الدخل للفلاح. الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر تتطلع من خلال هذا اللقاء إلى عقد شراكات وتعزيز التعاون في أفق الرفع من جودة المنتوج المغربي وجعله أكثر تنافسية.